شعبنا متعلم، شعبنا ولله الحمد أولادا وبناتا كبارا وصغارا ملتفين حول هذه القيادة ولله الحمد. ليش؟ لأنه شفنا ماذا يحدث في بقية الدول، ويراد لنا نحن في المملكة العربية السعودية أن هذه اللحمة أن تذهب. ولكن أنا أعول على وعي الشاب والشابة السعودية وكل أفراد المجتمع السعودي، وأثبتوها في ما يسمى حراك 15 سبتمبر.